لم يفهم كثير من العارفين بالشأن السياسي سر تعيين محمد المذبوح عسكري برتبة جنرال في منصب وزير البريد والتلغراف والتليفون والذي كان يطلق عليها آنذاك اسم وزارة الخدمات البريدية واللاسلكية. فهو أول عسكري يتقلد منصبا وزاريا في غير إدارة الدفاع دون أن يعبر عبر مسالك السلطة المدنية. جاء تعيينه في منصب شغل قبله اليهودي الدكتور بن زكين المنحدر من أصول مغربية. ومع مرور الأيام ارتقى محمد المذبوح في سلك السلطة ليتحول إلى مستشار في الديوان العسكري للملك الحسن الثاني، أي أن مساره كان معكوسا من الوزارة إلى الديوان وليس العكس كما تقتضي التقاليد المناصب الحكومية. لكن الرجل كان يستعد لوضع اليد على وزارة الدفاع وعلى السلطة العسكرية في البلاد، وسيتورط في انقلاب عسكري ضد الملك الحسن الثاني، وسيكون من بين مهندسي تمرد الصخيرات صيف 1971 في الوقت الذي كانت زوجته زليخة نجلة المارشال الريفي محمد أمزيان تتحدث بمناسبة أو بدونها عن إخلاص زوجها للعرش وتروي غاراته على المفسدين. ومن طرائف زواج المذبوح أن المارشال أمزيان رفض تزويجه زليخة حين كان مجرد ضابط في الجيش، وهو الذي اعتاد تزويج بناته الست من رجال الدولة، وكان ينتقي الأزواج بدقة ويقدم شروطا صارمة لا تقبل النقاش. لذا فقد زوج 5 بنات لرجال لهم رتبا عسكرية عالية، بينما تمردت ليلى على هذا القانون الداخلي الصارم واختارت الارتباط بمدني زاده المال وليس سلاح، وهو التري عثمان بن جلون قبل أن تحدو حدوها شقيقتها مريم. كي يظفر بيد زليخة قال الجنرال محمد المذبوح للمارشال إنه مرشح لمنصب وزير الدفاع، بينما كانت الفتاة تتحدث عن الحس الثوري لخطيبها. وحين عين في ديوان الحسن الثاني فتحت له أبواب الجاه، إلا أنه لم يكن يسعى إلى ذلك، إذ كشفت زليخة أمزيان أنه ظل يرفض الإكراميات وإكراميات الملك والرشوة. وحسب شهادة أوردها عبد الحق التازي فإن الحسن الثاني كان يعطي المذبوح في كل مناسبة أغلفة مالية مهمة. ولاحقا عرفت أن المذبوح لم يكن يفتح تلك الأضرفة، بل كان يضعها في خزنة حديدية في بيته وقد تم العثور عليها مغلقة بعد مقتله، وهو ما يعني أن المذبوح لم يكن راضيا بتلك الإكراميات ولم يكن راضيا على السياسات المتبعة. وقد دعيت زليخة أمزيان لتقديم شهادتها أمام المحكمة في قضية انقلاب الصخيرات وتطرد زوجها محمد المذبوح، لكنها فاجأت هيئة الدفاع والقضاء حين صرحت بأن مؤامرة الانقلاب كانت مدبرة قبل ذلك اليوم وتحديدا في 14 ماي بمدينة الحاجب، لكن سوء أحوال الطقس جعل زوجها المذبوح يأمر عبابه بتأجيل الفكرة إلى مرة لاحقة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.